الشمعة اللي حرقنا ديك الشمعة اللي حرقنا ضوت عليك يا غزالي عليك عليك يا غزالي يا الغالي أملي مال 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 يا الغالي ديك العسل اللي شربنا ديك العسل اللي شربنا لذت وشربها حلالي لذت وشربها حلالي يا الغالي أملي مال مالي مال مال مالي مالي مال مالي حبك نويف الدوالي مالي مال مال مالي مالي مال مالي حبك نويف الدوالي انتبهوا الناس رقود داك التاريخ اللي كتبنا حبابنا ليه ما تولوا ديك السهرة اللي عملنا الناس رقود ما انتبهوا التاريخ اللي كتبنا حبابنا ليه ما تولوا لكن ابن حير خايف روحي من الهوالي مالي مال مال مالي مالي مال مالي حبك نويف الدوالي مالي مال مالي حبك نويف الدوالي اصبر حتى يجي نصيبه قلت المحل قلت صابر اصبر حتى يجي نصيبه طلبت المحل قلت حاضر غير طلبي وانا نجيبه لكن الوعد راه طايل خايف روحي من الهوالي مالي 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 حبك نويف الدوالي مالي 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 حبك نويف في الدوالي دوالي
بعد هذا الوصلة الغنائية مشاهدينا الكرام، نبعث لكم ألف سلام وتحية لكل متابعي ومحبي وأوفياء قناة الجزائر أنوان، وإنما كنتم داخل التراب الوطني وخارجه نقول لكم مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من حصة مع العازفين اللي تأتيكم دائما طيلة هذا الشهر الفضيل، طيلة شهر رمضان المبارك. نقول لكم مشاهدينا الكرام رمضان مبارك لكم ولكل الأمة الإسلامية ولكل الجزائريين والناس الغربة بلا ما ننسوهم، مرحبا بكم. وطبعا حاضرين معنا ضيوفنا الكرام اللي راهم مشرفينا هذه القعدة ومنورينا هذه القعدة واللي راح نجيكم من خلالها بطبوع مختلفة وطابع الأغنية الشعبية. حاضر معنا في هذا العدد مشاهدينا الكرام، نروحوا نتعرفوا على الفنان اللي راهو حاضر معنا مشاهدينا الكرام، واحد من أعمدة الفن الشعبي، الفنان القدير شيخنا وفناننا محمد الشتوان. مرحبا بك سيدي، أنا جدا متشرفة بحضورك معنا وكنت متمنية تكون معايا، ويعطيك الصحة على هذا الحضور ديالك. واش نقول لك شرف لينا، وكي لقيتينا على كل حال نشكروا هاد القناة هذه الجزائرية أنوان اللي لقتنا بخوتنا اللي عندنا بزاف ما تلاقيناش، خونا عز الدين وخونا نصر نسيم يعني غني على التعريف تما معايا توجور، ونشكركم بزاف على هاد. احنا اللي نشكرك اللي راك حاضر معنا، ونقول لك صحة رمضان، الله ينور، صحة فطورك، واهلا وسهلا بك معنا. الله ينوركم، ونقول صحة رمضانكم كامل الأمة الإسلامية، ونقول لهم تصوموا بصحة ولهنا إن شاء الله، ونطلبوا لهنا إن شاء الله لخوتنا الفلسطينيين. بلا ما ننساو الجوق الموسيقي اللي راهو مشرفنا هاد القعدة ومشبحنا هاد القعدة، نبداو بالسيد نسيم ولد عزوز. مرحبا بك سيدي العازف على آلة البيانو، مرحبا بك سيدي، صحة رمضانك وصحة فطورك، ومرحبا بك معنا. بك وهلا، بك وهلا، صحة رمضانكم وصحة فطوركم، ونشكركم على التقييم هدايا وعلى القعدة الزينة هادية، ربي يبارك إن شاء الله. سيدي انت احنا كما نعرفوا عازف على آلة البيانو، كيفاش حتى اخترت هذا الآلة؟ رفقاتك في مشوارك الفني، وعلاش خيرت الطابع الشعبي بالذات؟ الموسيقى الشعبية قلت لك كبرت في عائلة اللي قاعد تمارس الموسيقى الشعبية، وقاعد واقين تاع الموسيقى الشعبية في ليدوكاسيون تاعي. اما آلة البيانو ماشي انا خيرتها، باك دي فوا الموسيسيان الآلة هي براتيكمون هي يعني هي تحكم نمس جميع الآلات، وإنما البيانو ملي كنت صغير يعني تعزف عليه، كانت اون كونيكسيون معاه. و اون بوتيت انيكدوت كيما يقولوا، خاوتي أنا بون كاين اون ديفيرونس كبيرة تاع العمر بيني وبين خاوتي، كانوا كي يتلاقاو في الدار ريبيتي وكنت أنا صغير كانوا يحوزوني ما يخليوليش ريبيتي معاهم، كنت عاشنا حاط كدا كنت حمسي نتعلم كدا هادي، وشغل جو سي با كيفاش جات، حطيت راسي جي فولو حاجة اللي حبيتها تعلمت جو سوي أنا أوتو ديداكت، تعلمت وحدي من بعد رحت للمدرسة، نزلت يعني نظمت روحي يعني تكونت في المدارس، أمورات يعني تاع لاسان، أمورات تاع الموسيقى يعني اللي كلي تاع الموسيقى باش الإنسان يقدر يمارس الموسيقى في مجال معين. وشحال كان في عمرك كي بديت في هذا المجال؟ جيتي تري جون الاج دو 13 ans. الله يبارك. 15 سنة بديت نلعب. وبديت تلعب بآلة البيانو؟ بديت البيانو والجيتارة، كان انت يعني مارس الجيتارة اللي يعني هذيك في الدار هواية معها روحك، والبيانو سي نخدم يعني نلاقيو يعني لوتيل لاغريابل، هنا يعني اون سو في بليزير هكذايا، احنا الشعبيين نحبوا بارامور يعني نحبوا نتلاقى، وكي هذوك يعني الكليما هذاك هذيك الروح اللي كاين في الليالي هكذا، كي نشوفوا شيخنا كي نشوفوا يعني نسمعوا الأمورات تاع التراث تاعنا كي نشوفوها احنا في الشعبيه هذيك، باسكو كاين حاجه كي تري امبورطون في الشعبيه، الشعبي كتاب وسنة، من القصيد هنا كي تسمعي يعني سيدي مورال، حاجه اولا اللي شرحها ربي سبحانه
وسيرة نبوية وسيدي موراليتي تاع الدنيا، يعني حكمة كي تحكمي القصيد يعني كاع معاني كاع حكمة انا عايشينهم دروك تكتب في 13 15 سياك رانا عايشينهم دروك سيدي موراليتي اللي ترسلهم ولا تبعث لهم سي بور سيغا اللي يعني انسان سي كالكو شوز دو تري نوب شعبي انا بور موا وجهة نظري انا نعم سي كالكو شوز كي تري نوب وهذه هي. شكرا. وحدثنا شوية على آلة البيانو. آلة البيانو احنا آلة البيانو ماهوش اللعب اللي نلعبو احنا في الشعب باش نتفاهم. نعم احنا في البيانو في الشعبي يا ربي نلعبو بطريقة، عندنا واحد الطريقة اللي نلعبو فيها باسكو لو جو يونيفرسال يعني داك. الموسيقى تاع البيانو سي اوتر شوز، نلعبوها بطريقة واحدة أخرى. احنا في الشعبي عنده خصوصية يتلعب بطريقة الشعبي تاعنا. ماتنون لو بيانو كوم بيانو كوم انسترومون يونيفرسال عنده لعب واحد اخر، لعب واحد اخر. وحنا نشوفوا الاله راهي منقسمه، يعني كاين المفاتيح السوداء والبيضاء هكذا. ايه صافي بارتي كوم كوم توت لي نوت الاخر. دونك هنا راهم ديسيني نوار بلون اللي راهم ماشي مديسيني في الموش، ماشي مديسيني سي 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 لي نوت اونتر لي اونتر لي دياز اللي اونتر لي ماجور لي مينور لي دياز اللي داكو. والفرق بينها وبين الطابع الشعبي والاندلسي في الاله الموسيقيه تاع البيانو، يعني الحس الموسيقي اللي تمدوه سي لا ميم باس، سي لا ميم باس داير يعني الـ يعني ليسبري ليسبري ميوزيكال في 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 المجال في الموسيقى يعني نعم لا تكنيك في الموسيقى سي براتيكمون لا ميم باس باسكو الشعبي اللي انسبيري سي دي يعني الموسيقى الاندلسيه تقدر تولي نقولها سي تو ميوزيك اكاديميك فيها يعطيك لو مود يعطيك يعني الميزان او اخويا الكبير دوك يعني فيها يكسبليكي في الميزان باسكو سي تري امبورتون في الاندلس عندك ايقاعات عندك لي هذوك الايقاعات اللي رانا نستعملوهم دوك اللي نلعبوا عليهم في في صوت الشعبي ولا في امر واحد اخر نعم سي دي سي دي ريت سي دي مود كي سون اتيدي كي سون يعني محسوبين الله maintenant في يعني في الموسيقى الشعبيه لا ميوزيك لا ميوزيك يعني لي مود سون اكستريت من الاندلس يعني اون سيسبير من الاندلس بار لا سويت كاين يعني اجتهاد تاع بين دي ميوزيسيان ميوزيسيان بين شيخ وشيخ كاين اجتهاد في هذاك لو مود يصيب يعني يصيب له دوزين يصيب له كل واحد على سامونيير مي لي باز يعني البرينسيبال يعني جايين من الاندلس الاندلس سي تو ميوزيك اكاديمي اللي منظمه يعطيك صحة سيدي نشكرك على هذا المعلومات. نروح أيضا نتعرفوا على الأستاذ ناصر جداية العازف على آلة الإيقاع آلة الدربوكة. مرحبا بك سيدي، صحة فطورك وصحة رمضانك وأهلا وسهلا بك معنا. الله يسلمك بك وأهلا. نشكر قناة أنوان الدعوة، نقول لكم صحة رمضانكم الله يسلمك وصحة فطوركم وصحة رمضان كل الأمة الإسلامية إن شاء الله، ويتعود علينا بالخير والصحة إن شاء الله. نعم. إحنا نعرف أنه سيد ناصر عازف على آلة الدربوكة، تقدر تحدثنا على هذه الآلة وقتاش بديت، شحال كان في عمرك، علاش اخترت هذه الآلة بالذات؟ الآلة ماشي أنا اخترتها، هي اختارتني سي أون فو. نعم. بديت على جو نوفون، 9 سنين، دوك عندي 60. الله يبارك. بارك فيك. بديت مشواري في الاندلس، يعني محسوب دو باز تاع اندلس انايا. بدينا بكري كمل درنا الاندلس مع محمد وكان ولد حومتي وبدا معانا هكدا، درنا عند شيخ سالمي الله يرحمه فنون زرياب، من بعد رحت للفنون الادب، من بعد رحت للفخارجيه، الفخارجيه درت سندوسيه الانشراح، هذا هو الباركور تاعي تاع الاندلس. انشراح مع اسماعيل الله يرحمه هني، من بعد من هذيك طاير مع اسماعيل ما كنتش نروح نريبيتي ولا عيط لي نروح نخدم معاه. هذا هو الباركور تاع الاندلس. الاندلس سما كي خدمت مع بزاف شيوخ وسجلت مع بزاف شيوخ كبار كيما محمد خزناجي كيما نور الدين سعودي كيما زروق مقداد، سجلت معهم تسجيل صدر اقراص. نعم. وشعبي بديت مع ولاد حومتي، بديت مع محمد شتوان ومحمد داقروي يوسف حماني سيد علي القام، يعني هادو كامل رضا دوماز اسم ولاد حومتي. بدينا كيف كنا صغار هكذا بدينا خدمنا بزاف اعراس، انا خدمت بزاف اعراس مع محمد ومع يوسف حماني صحيح بالك اللي نسيتيهم، حبي يقول لي خدمت معاهم بزاف شعبي العرس. ومن بعد وليت نخدم مع مراد جعفري بون مومون نحيوهم بالمناسبه، خونا
سان غرون مسيو من هذيك رحت لافاريتي يعني دوك راني مع سامي العصيمي ونخدم دو طون زاوتر مع شيوخ شعبي هكذا تاع فاريتي سيتو هذا هو الباركور. والآلة الدربوكة هذه تقدر تحدثنا شوية عليها؟ إيه بيان سور آلة الدربوكة حبيتها كي بديت نلعب بها صغيرة لك حبيتها شغل قعدت معها مع بو مومو حبيت نبدل انستريمون بصح خلاص قعدت في تغرست فيها تغرست فيها وتعلمت الميازين والميازين الكبار كامل تعلمهم تعلمهم في الاندلس يعني دائما مدرسة شعبي شي سيدي ديري في تاع الاندلس نعم نقولوا نصرابات ولا تواشا ولا الميازين الكبار كامل راهم في شاف الاندلس ومن بعد يخدموهم في شعبي وكي تشوفين بعد شعبي عندك طبع نعم. عندك ميازن يحب يقول القباحي بروالي هادو اللي تمشي عليه بون القباحي ما تلقاش في الاندلس مي تلقاي البروالي في الاندلس مثلا كاين البرجيله كاين شنو يتخدموا في حوازه في امور في عربيات هاد الميازن ايوا هذه وانا تعلمت الميازن هادو ما قريتهم الصدر ما يعني تكونت فيه تكونت فيهم وخدمت كوني شيخ بوجمع فرقان الله يرحمه خدمت معه بزاف علمني ميازن اللي ما كانوش اكزيستيو واللي صحهم هو كيما بوجا كيما نوبة السلطان للآن ما كاش اللي يخدمها جوست أبار صحاب الآلة اللي تعلموها استادير دبو شاوري إيه وحنا دوك كيما كنت نحكي قبيلة مع محمد حنا تعلمنا بكري دبو شاوري كنا نخدمو باطل وكنا نحلو باش نخدمو باش نديرو الآسم وباش نتعرفو لعند الناس ماشي كيما جينيراس من تعدركا جات الله يبارك استادير ما تعبوش سيون بو ما تعبوش كيما تعبنا حنايا راهم دوكا عندهم لا تكنولوجي لا الصفة اللي ما كانتش عندنا حنايا عندهم هاد العفسه هادي شغل جاتهم باطل جاتهم سهله ولا بلاصو جون حنا ما نكذبوش دوك حنا خدمنا ما تيسر وما زلنا نخدموا شنو ندعموا لي جون اليوم جايين ثاني ما نقعدوش نهضروا غير لكن هاد الاجيال راح يتكونوا على يدكم ما كاش نتوما ما يكونوش هما حنا مرحبا حنا ما كاش واحد نبخلوه اللي نقدروا نعطوها له نعطوها له بصح دوك حنا ثاني ندوم من عندهم هاد جينيراسيون نعم ما نكذبوش صح جينيراسيون هادي ثاني راهي فايقه شويه و متمكنه في امور حنا ثاني نتعلموا عليهم واللي حب يجي نعطوه حاجه والله غير ما نبخلوا حنا ما بخلوناش الاولين باش نبخلوا حنا صح حنا تربينا هكذا وهذه هي الله يحفظك هذا هو الباركور تاعنا زيد اضافه صغيره نعم كما قال خويا زمان كانت الناس كانت تشقى باش تجيبي او مام الشيخ يقول لك باش تجيبي قصيده ولا لازم تشقاي ولازم كذا جينيراسيون تاع درك سي فري كو يا دي موان راح يسير يوتيوب لا سير انترنت يعني عندك 3-4 فيرسيون بعد ثاني يجتهد وين راهي المليحه وين راهي كذا معناتها الجيل تاع درك سي كو بالك يعني عندهم اون فاسيليتي بصح عندهم اون ريسبونسابيليتي قالوا بلوس كو الجيل تاع باسكو درك ما عندكش عذر يعني حاجه تقدر تجيبها صحيح عندك لي موايان باش تجيب بها صحيح عندك لي موايان باش تاكدي فيها اللي ما يعرفش عنده لي موايان في 5 دقائق يقول لي يعرف يعني عندهم قال الوسائل باش يتعلموا انسان يتحقق من الحاجه قال كيفاش نلعب لاكور الفلاني يدخل ما يحكي لي لي فلان لا فلان لا فلان تروحي تقدر يجيب معناتها تولي من ريسبونسابيلتي على لو يعني لو سولوي كي اكزيرس بلوس كو واحد اخر مالك انا نسمعها من يقول لك انا عطاوها لي هكذا سمعتها من عند فلان هكذا درك عندك لي موايان باش يعني تديري الحاجة كما لازم الحال نعم هذه يعطيك الصحة شكرا نروح أيضا الفنان القدير فنان الأغنية الشعبية محمد شتوان فنان كيفاش حتى بديت في الأغنية هذا الشعبية كيفاش بديت الأغنية الشعبية هذه الأغنية الشعبية هذه على كل حال محمد شتوان نضع عليها الله يبارك حب يقول من خويا الكبير من وليد خالتي خويا جمال شتوان نعم نطلبوا له الشفاء على كل حال ربي يشافيه ويطول في عمره وعلى كل حال وليد خالتي تاني كالحاج بالجودي ربي يطول في عمره صدير نضنا عليها شعبي هذا نضنا عليه وخلاص تسمى سكننا بحال كما نقولوا يمشي في الدم هذه هي ومن بعد يعني تكوننا في الحومات نخدموا العرس حنا نحلوا الناس باش نخدموا لهم بورفيك تما يحب يقول يسمعونا الناس والبليزير تاعنا كي هم يسمعوا فينا كنا صغار كما كان يقول لك خويا ناصر كنا نتلاقى فيها الضحك فيها الصحبه فيها هذا هو شعبي على يقول لك شعبي سي الحومه سي لونتوراج المحبه هذا هو شعبي ونضن عليه على كل حال ومن بعد مارسنا في هذا دخلنا
الاندلس، خاطر ولا بد باش الانسان يعرف لي باس تاع شعبي ويعرف لي مود تاع شعبي، ولا لازم يجوا لنا من هذه المدرسه هذه. على كل حال نشكره بزاف ونطلبوا له الرحمه ان شاء الله امي محمد سلمي، لي يعني ربنا، يعني ربنا تربيه ما شاء الله وتعلمنا عليها، ويعني دخلت في الشعبي دوك هدايا، دخلت في القصيد في أستاذنا. على يد من تكونت؟ على يد الأساتذة اللي تأثرت بيهم ولا؟ كما قال لك ناصر مقبلة، يعني تما حنايا حنا تعلمنا على الشيخ اللي مات والله، يعني حنا نقولوا شيخ بلا شيخ ما هو شيخ، شيخ. الشيخ عمر زاهي الله يرحمه، أبو جمال عنقيس، الهاشمي قروبي الله يرحمه، كامل هذه المشايخ هذو خلينا يعني العنقاء الله يرحمه سيل لاباز هاوي العنقاء سيل هاوي فوق، ونهضروا على المشايخ هذو اللي يعني تعلمنا عليهم، دخلوا لنا هذيك الحلاوة هي كثرتها عمر زاهي الله يرحمه، هو اللي زدنا حبينا هذا الشعبي هذا. أستاذنا أنت خيرت الأداء مع هذا العزف، يعني أنت مؤدي وعازف، اخترت آلة الموندول في العزف ديالك، علاش خيرت آلة الموندول بالذات؟ خيرت آلة الموندول على خاطرش شيخ والشيخ نعم لازم له الآلة، آلة الموندول هذا هو. وبديت بالهد آلة الموندول، بديت آلة الموندول قعدت فيها. نعم قلنا انت احنا نعرفوا بلي انك عندك كثير من القصايد والكلمات اللي انت تكتبهم، تقدر تحدثنا في هذه النقطه على هذا الشيء؟ على كل حال درت تجربه، انا ما يعني ما نقولش بلي انا كتبت ولا درت تجربه. نعم. يعني باش تقعد لي اون برينت قال تاعي هذه لمسه تاع يعطيك صحه، بابا يا بابا حنيني، كيما كيما يا ربي قابلت البحر وحكيت له بسراري، هاد لي شونسون اللي درت واحد حد ربعة ولا خمسة هكذا اللي درتهم تسمح بيقول على حسابي يعني انا هذا ما كان. وكاين يعني درت عندي كيما يقول لك عندي لي سي دي تسمى اللي خرجوا سير مارشي وكذا، ماشي البارح ولا يعني. راك عندك شحال في هذا المجال؟ عندي واش نقول لك، ملي كنا صغار اللي كنا صغار نضن عليه، انا نقول لك شعبي هذا نضن عليه، كبرنا معاه اللي حد الان والحمد لله يا رب العالمين. بعيدا على هذا الموضوع، حدثنا فناننا كيفاش يجوز ويقضي شهر رمضان المبارك، كيفاش يعني تقضي رمضان ديالك، كيفاش تجوزوا مع العائله والاحباب من خلال الحفلات ايضا ولا؟ على كل حال رمضان كما رمضان نعقبوه كما يعقبوه كامل خاوتنا هنا يا وعبالك نولي عاقل بزاف يا رمضان والله العظيم جيني واحد العقالة ما مش عارفة ربانية سبحان ربي عظيم. ونروح نوض صباح كي الناس نحبط المرشي نقضي واش لازم، ومن بعد ندخل ما نصلي الظهر ما نزيدش نخرج حتى من حتى يأذن المغرب نروح نصلي وهذا هو رمضان. والحفالي يعني الحفالي هذه مع الديوان الوطني والإعلام كما يعني نخدم معهم كما هاد الخطراني مع لوريف. عندكم نشاطات في هذا رمضان؟ نشاطات مع لوريف، عندنا ماري كيلتير نعم مع لوانسي الله يبارك. احنا مادامك حاضر معنا نعم راني حابة نسمع حاجة من عندك، ولا تقدر تهديها لينا ولجمهورنا؟ ما فيش مشكل يعطيك ما فيش مشكل. وش حتى تقدم لنا؟ نخدموا ان شاء الله. يعني انا ما جبتش معايا باسكو لازم كيما نقولوا احنا خدموا اللي راهم في اللي رانا حافظينهم. نعم ديك شمعة يعطيك صحة أستاذنا وفناننا على هذه الأغنية اللي راح تأديها ونهدوها كاع جمهورنا الكرام ومشاهدينا، وإحنا نقول لكم نروحوا الفاصل الموسيقي ونعود ونرجعوا لكم.
نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين فديك بدم الغالي، يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين فديك بدم الغالي، يا أرض فلسطين قسما بالله لالي، رب العالمين يحي يعلم كلالي وشبالك حرين، قسما بالله لالي رب العالمين يحي يعلم كلالي وشبالك حرين، يحي يعلم كلالي يا أرض فلسطين. على ظلم العديان لابد بالحق يتنصر والنور عليه يبان، بسم الله الله أكبر على ظلم العديان لابد بالحق يتنصر والنور عليه يبان، حد ما يظن بالظلم ينكسر بجاهك يا رحمن، يبقى سقط وما يجبر مع من العينين، هالك يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين فديك بدم الغالي، يا أرض فلسطين قسما بالله لالي، رب العالمين يا يعلم كلالي وشبالك حرين، رب العالمين يا يعلم كلالي وشبالك حرين، يا يعلم كلالي يا أرض فلسطين. نحن معاك شرقي وغربي كلنا فداء، نتكلم من صميم قلبي لمن تأخر أبدا، نحن معاك شرقي وغربي كلنا فداء، نتكلم من صميم قلبي لمن تأخر أبدا، أن عهدك بربي يا حربي بدم الشهداء، لباسك وطني وشعبي وموسبي لي، إيه عليك يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين افديك بدم الغالي، يا أرض فلسطين قسما بالله لالي، رب العالمين يا يعلم كلالي وش بالك حرين، قسما بالله لالي رب العالمين يا يعلم كلالي وش بالك حرين، يا يعلم كلالي يا أرض فلسطين، يا يعلم كلالي يا أرض صلح الدين، كل يوم الشمس تطلع اللي يعيش يشوف، العربي أبدا ما يخضع وعدونا مكشوف، كل يوم الشمس تطلع اللي يعيش يشوف، العربي أبدا ما يخضع وعدونا مكشوف، الحرية في فم المدفع تاريخنا معروف، وين هو اللي عمره ما سمع بصالح الدين، عليك يا فلسطين نهدي لك روحي ومالي، نحلف لك بيمين افديك بدم الغالي، يا أرض فلسطين قسما بالله لالي، رب العالمين يا يعلم كلالي وش بالك حرين، يا يعلم كلالي يا يعلم كلالي يا أرض صالح الدين.
بعد هذا الفاصل الموسيقي عودنا ولينا لكم أنتم أوفياء قناة الجزائر أنواعنا في هذا الشهر رمضان المبارك. نشكرك شيخنا وفناننا القدير محمد شتوان على هذا الأداء ديالك والأغنية ديالك. تقدر تحدثنا شوية عليها؟ يعني هذه أغنية معروفة معروفة من أداء عمر زاهي الله يرحمه واللي كتبها محبوباتي الله يرحمه. معروفة يعني من بكري نحبوها هاد لي شونسونات. حنا هادو هما اللي خلونا لي شونسونات هادو هما اللي خلونا يعني ندخلو في القصيد في القصيد في هذه هي. يعني هما رسائل كاع نقدموهم للناس بارك اللي راهم يسمعوا هذا الفن الشعبي. قليل وين يفهموا لا يعني ما وش تما لازم يكون متمكن ولا باش يفهم هذا الشعبي. هذا شعبي يعني قلت لك تما سي اصيلي وحاجه مقيه حاجه اصيليه حاجه اللي تما اللي تربي اللي تهذب اللي يعطيك صحه. الشعبي هذا معروف عند كما يقولوا عند لي زاجيرو. نعم. ودوكا كي شتي وين راه وصل يعني راه في 58 ولايه. الحمد لله شارف لينا يعني باش الشعبي هذا ما يموتش. باش مام احنا رانا نشوفوا بلي انه مام ماشي غير في بلاد الجزائر خارج الاوطان تاني كنلقاو حفلات يحضروهم ويديروا يعني يقوموا بهم حفلات شعبيه خارج الاوطان يعني في ديار الغربه. هذه هي يعني راهي توصل الرساله ماشي غير في الجزائر خارج الجزائر لانه هذا الفن ديالنا فن اصيل عريق. هذا هو الفن الشعبي هذا هو سيلي ماش تاع الانسان الخالق هذا هو شعبي. وبعد اللي كيما نقولوا حنا اللي اديه خاطر علاش الشيخ يبان في عقليته في الاداء تاعو في الاداء تاعو يبان يعني لا خالق ولا ماشي خالق. شيخنا تقدر تمد لنا نصيحه لهذا الشباب اللي راهو صاعد؟ احنا نعرفوا انه هذه الاغنيه عريقه ونقدروا نسمعوها كاع مع العائله الجزائريه. وشنو هي نصيحه ديالك؟ نصيحه تاعي لا الحمد لله يعني كان كما نقولوا احنا طالع جيل. نعم. ما شاء الله. نعم. فكلكس سوا كما يقول لك في الاداء ولا في الحمد لله وحنا كي نشوفوها هكذايا يعني الحمد لله نقولوا تما الشعبي هذا ما زال راهو الحمد لله يا ربي. ولا جينيراسيون هادي انا نقول لهم نصيحه يعني ياخذوها يعني بالعين الاعتبار هذا الفن الشعبي. يعطيك صحه على هاد النصائح القيمه. ونروح نتعرفوا ايضا على الاستاذ عز الدين بوكابوس الحاضر معنا على آلة الطار. مرحبا بك سيدي. صحة رمضانك وصحة فطورك. صحة فطوركم وصحة رمضانكم ونشكر الجزائرية أنوان وبارك الله فيكم. يعطيك الصحة انت على حضورك معنا وشرف لينا اللي راك حاضر معنا. وانتم مشاهدينا الكرام أوفياء وأحباب الفن والتراث نقول لكم نروحوا فاصل موسيقي ونعودوا نرجعوا لكم. غريب في بلاد النصارى عمري ما نسيتك يا أرض جدادي ما زال في دمي هذيك الحرارة ما زال في دمي هذيك الحرارة Thank you.
نبكي كي نتفكر ايام شبابي مع اهلي وناسي عايشين في الحرام. نبكي كي نتفكر خوتي وحبابي وخليت ولي قلوبها حبارة. الوعد اللي دهمني دقني في قلبي حتى لقيت روحي مع ناس سيارة. اغديت في حالي تياه موسبي وهجرت من بلادي بلاد نصارى. وهجرت من بلادي بلاد نصارى. محت ما علي ما وش بيدي نهجر ونعيش غريب في بلاد نصارى. عمري ما نسيتك يا أرض جدادي ما زال في دمي هذيك الحرارة. ما زال في دمي هذيك الحرارة. بابا إذا كان هجرتك الله يرحمك في الجنة البشارة. ما زني وكأنني نسمع في صوتك هيبة وشدة وضحكة المسرارة. وانتي يا يما راني جاي نشوفك دعوة الوالدين عليا وقارة. يا يما الغيبة جيتك غربتي في حياتي والدنيا نكارة. غربتي في حياتي والدنيا نكارة. يا بنما أنا ناري نار. يا بنما أنا ناري نار قادية ما تطفاش قادية. من الغربة شبعت مرار من اللي رسم وخرج من الدار. خويا رحمه ولاش خويا رحمه ولاش. يا دار ولا راك بخير يا دار يا دار. دموع الميمة بكت عليك صهرة وصبرة. يا دار ولا راك بخير يا دار يا دار. دموع الميمة بكت عليك صهرة وصبرة. سهرة وصبرة سهرة وصبرة. نوسك يا وخيلة من الغربة للدار. سهرة وصبرة سهرة وصبرة. نوسك يا وخيلة من الغربة للدار. جبت صورتك وتقول يا بني أوليدي توحشت ريحتك. ساعة الهضرة كي توالي تجبد صورتك وتقول يا بني أوليدي توحشت ريحتك. صحتي فنات صحتي فنات صحتي فنات صحتي فنات. انت اللي قلبك زاهي وانا قلبي مجروح. صحتي فنات صحتي فنات صحتي فنات صحتي فنات. انت اللي راه عجبك الزين الروميات. ابن ما انا ناري نار. ابن ما انا ناري نار قادية ما تطفاش قادية. من الغربة شبعت مرار من اللي رزم وخرج من الدار. خويا رحمه
دارك بخير يا درا يا درا. دموع امي ما بكت عليك سهرة وصبرة يا درا. ولا راك بخير يا درا يا درا. دموع امي ما بكت عليك سهرة وصبرة سهرة وصبرة سهرة وصبرة. نوسيك يا وخيلة من الغربة الغدارة. سهرة وصبرة سهرة وصبرة. نوسيك يا وخيلة من الغربة الغدارة. على الحضور ديالك، تقدر تمد لنا كلمه ختاميه؟ شوف هذه القاعده هذه زينه هذه مع شيخنا الشتوان وربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيك الصحه وصحه رمضانكم وربي يحفظكم. الله يسلمك، شكرا لك. الله يسلمك. ايضا نروح كلمه ختاميه لسيد والفنان القدير محمد شتوان. يعطيك الصحة سيدي على حضورك معنا، شرفتنا هذه القعدة، وكما قلت لك أنا نحب بزاف القصايد تاعك ونحب بزاف الأغنية ديالك، وأنا جد متشرفة بحضورك معنا. الله يسلمك وبلا مزيتنا، وهذه حصة ما شاء الله. الله يحفظك. ونشكر جزائرية عنوان على هذه الحصة، هذه يعني جلسة مهمة. ونقول لهم تصوموا بصحة ولهنا. الله يسلمك. ونشكروا خوتنا خونا نسيم نصر خونا عز الدين، نشكروك انت يا الاستضافة هذه. نقول لك بارك الله فيك. وفيك بارك، احنا متشرفين بحضورك. يعطيك الصحة. ونهدوا هاد الحصة هذه نهديها لخوتنا الفلسطينيين في هذا شهر رمضان، ونهدوها لخوتنا كامل المسلمين أمة الإسلامية، ونهدي هذه الحصة هذه لوليد بنتي أسيد ربي يحفظه. الله يسلمك. وبنت وليدي تانيك عائشة ما شاء الله، وما نساوش تانيك ولاد بنتي تانيك آدم وأنس عبد الله. نعم. وماريا وهنا وعطوا تلافامي كبيرة وصغيرة وعائلتي كامل ولاد حومتي كامل. ونقول لكم صحة رمضانكم وتصوموا بصحة ولهنا إن شاء الله. الله يحفظك شيخنا. الله يسلمك. أيضا كلمة ختامية لسيد ناصر جداية. نشكركم على الاستضافة طيبة، ونشكركم تيا تانيت طاقم لي معك كامل وجماعة عز الدين محمد شتوان ناسيم. ونقول لكم صحة رمضانكم. الله يسلمك. وكل عام أنتم بخير. ونهديها طلبوا دابور الرحمة الكامل خوتنا اللي في فلسطين. أمين. وربي إن شاء الله يرفع عليهم الحصر هذا. أمين. ونهديها البنتي لينا ربي يطول بنتي أنايس. الله يسلمك. وزوجة كريمة وقال المسائل أمة الإسلامية إن شاء الله نحيوها بالمناسبة. الله يسلمك. صح. يعطيك صحة. أيضا كلمة ختامية للسيد نسيم. صحة رمضانكم ورمضان كريم إن شاء الله. ربي إن شاء الله ينصر خوتنا اللي راهم اللي راهم وصلوا فرنسا في غزة اي بارتو دون لو موند. نشكركم نشكركم على الدعوة على اللمة هادية. تلاقيت مع خوتي الكبار، أنا لما كنت نشوف كنت صغير أنايا كانوا ديجا يمارسوا، كنا نروحوا نسهروا لهم وكذا. ونهدي سي شو سي شو يعني توت لا فامي ولد عزوز كبيره وصغيره اي اون بارتيكولي ما بتي فامي وليداتي محمد ارسلان وداليا. وصحه رمضانكم. الله يسلمك ويعطيك الصحه. مازلنا مدوخين شويه في رمضان. الله يسجيكم. شكرا لك.
وانتم مشاهدي قناة الجزائر عنوان ومحبي وأوفياء هذا القناة نقول لكم نضربوا لكم موعد في الأسبوع القادم في نفس التوقيت وفي نفس القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه. نشكر كل من التقنيين على رأسهم نسيم إبراهيمي في الإخراج وكل من المصورين نوال ورامي. أيضا بلا ما ننسى مشاهدينا الكرام هذا الطابلة والميدة ديالنا اللي راهي مزينة بهذه الحلويات التقليدية من عند محلات سلسبيل. نشكر السيد مقران بركان على هذه الحلويات ديالو. أيضا بلا ما ننسى قاعة الحفلات وغاس المتواجدين من خلالها معكم مشاهدينا الكرام وأيضا تقني صوت محمد الرحماني. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.